ورجعنا لكم مشاهدينا، ولكن هالمرة من مطبخ سيدتي. أكيد خلال هذه الفقرة راح نشوف نتعرف أكثر كمان على مشروب سريع ولذيذ، والأكيد أنه مفضل عند الغالبية من الناس خاصة مع أجواء الخريف. أكيد يسعدنا نرحب معكم بالميكسولوجيست بيوسف إبراهيم. حياك الله. أنا مستعدة. أنا مستعدة. قولي آخر شيء. هذا آخر شيء. طيب هذا خليه عندي آخر شيء. أبغى أعرف البداية، إيش هي المشروبات اللي الواحد يحب يشربها في فصل الخريف؟ بشكل عام ما في مشروب معين أو ستاندر معين تشربه في فصل الخريف، بس دائما يكون اللي المشروبات اللي فيها قوام ثقيل. أكثر شيء تكون داخل فيها السبايسز، البهارات، الزنجبيل. طيب إيش طالع ترند؟ ما في ترند معين، بس أشهر شيء دائما يكون البامبكن سبايس. هذا أشهر شيء. حلو. طيب خلينا نتكلم عنها، نسويها، نشوف إيش هي مكوناتها. ممكن سبايس أنا جايبه بطريقتين. في طريقة اللي يسوونها في الكافيهات وما حبيت أسويها هنا، أساس إنه أنا الطريقة هذه للبيوت. فعندنا بس مجرد بامكن تقطعيه تغلينا على النار، أنا غليته وخليته بس جاهز هنا عشان وقت البرنامج، فبعد الغلي بيكون هذا. طبعاً البامكن اللي هو القرع. القرع، نعم. صحيح. أكيد. يوسف، لما نغلي على النار يكون سادة من غير مويه، من غير إضافات؟ لا مع مويه طبعا، بس مويه حارة وقطع البامكن، وممكن تحطي سكر وممكن بدون سكر. أوكي. أنا ليش ما حطيت سكر؟ لأني أنا أضيف وقت المشروب أضيف سكر. هذا الفرق. حلو. جميل. طيب وش رأيك نبدأ يوسف؟ نبي تعلمنا وش المقادير اللي جبتها. حلو. وكيف راح نقدر نسويه عشان نرجع البيت الحين ونطبق. جميل. طريقتين سهلة، طريقة حار وطريقة بارد. الفرق بينهم دائما يكون الثلج. بس طريقة الحار انه نضرب كل المكونات في نحطها على ركوة مثلا، نحطها في حليب ونحط كل المكونات على النار وخلاص، هذا انتهى طريقة الحليب. هذا بامبكن سبايس، هذا بامبكن سبايس هوت لاتيه، الهوت لاتيه ومع دبل شوت اسبريسو، انتهى الموضوع. لكن البارد يكون في بعض الاحيان في ادوات زيادة، مثلا نسوي له خلط بالشيكر مع الثلج على اساس نضرب المشروب مع الثلج. زي ما انا بسويه الان. هنا ببدا في الشيكر، باخذ من البيوري هذا اللي انا سويته اللي هو البامكن، باخذ منه فقط 30 ملي. جميل. حلو. وبعدها بحط عليه نقطة فانيلا، نقول عليها داش. الداش يعني نقطة. هذه اكثر من نقطة. هذا اكثر من نقطة، نعم. وبعدها ترى انا راح اجربها. ها اكيد. ايش انا مسوي لك شيء ثاني. بعدها بحط حليب مجرد. حليب 60 ملي. جميل. حلو. بالطريقة هذه أنا بالنسبة لي البيوري هذا جاهز. جميل. حلو. أبحط ثلج. والبارد راح تضيف عليه قهوة ولا؟ هذا البارد سوري. يعني بتضيف عليه قهوة ولا من غير قهوة يوسف؟ القهوة آخر شيء. حلو. القهوة دائما تكون في النهاية. يفرق؟ بس في حركة. يفرق لأن ما بخلطها مع القهوة. في حركة بس أنا أحب أضيفها، أنه تقدر ترش بهارات. فأنا راح أسوي ستيك السينبل. أوكي. أنا تعمدت أني أنا أجيبه فريش. حلو. عشان يكون هنا على الكاميرا. الطريقة هذه مجرد سينبل. بس. بعدها انتهى الموضوع. نسوي لها شيك. يلا شيك شيك. طيب لين الشيك يخلص ابي اسوي قهوه. يلا انت شيك شيك وانا شيك شيك. شيك شيك على طريقته. نعم. هذا بس من باب المشاركه رؤى. بس تشعر هذا الوجدان. حلو. طيب لين القهوه تخلص. ايوه. انا هذه الخلطه اللي انا سويتها البامبكن سبايس بضيفها في الكاس. الكاس هذا انا جبته شوي بس عشان يكون شيء سبيشال شوي. هنا اقدر عندي اضيف قطع البامكن اللي انا سويتها لمجرد زياده بيوري او تعزيز للطعم. بس. جميل. وبعدها راح اضيف عليه الاسبريسو مباشره. يا سلام. الله. وفي النهايه هذا اللي انت ماسكته، تبي تسوينه ولا اسويه؟ والله انا اخاف اخربها، فانت سويها وانا اسوي اللي بعدها. حلو. ويبد كريم. يا سلام. تمام. وما انتهينا. نسوي عليه السينابون.
كذا احنا خلصنا هذا البارد، هذا انت موضوعه. والحار قديش ياخذ وقت؟ مين اقول لك بالعافيه عليك. شكرا يعطيك العافيه. جميل. الحار نفس الشيء، طب راح اسوي اسبريسو سريعا. سريعا اقدر اجرب؟ بسم الله. بس اخلطي زين؟ اخلط؟ يس. ممتاز بالعافية. يعني أنا حمسني فيه البومكن، أنا من الناس اللي أحب البومكن، أحب البومكن السبايس هاي وهذه الأمور، فبس كدرينك ما قد جربت الصراحة. جميل. طيب حاولي تجربيه مرة ثانية بس جربيه بالحار، لأنه الحار بيكون بالحار يمكن ممتع أكثر والحليب بيكون قوام أكثر. بس عندك إمكانية إنك تسوي السبايس بالهيل والقرنفل والنتماج. النتماج اللي جوز الطيب، إذا سويت السبايس هذول الثلاثة بيطلع معك أجمل بكثير. هذا ينفع شتوي، المكونات اللي انت قلتها قبل الطيب والقرنفل والسلمه، هذه مره تدفي. صحيح، خلي الجسم دافي من جوه الدم. هذا حليب حار سويته هنا، نفس الشيء بس يكون بحليب حار. صحيح، نفسه يكون حليب حار، لانه انا بسوي نفس الشيء هذا في الكاس مباشر بنفس الطريقه، راح احطه تحت البيز. انا اقدر اسويه اسخنه مع الحليب مباشره، بس انا احب دائما اخلي البيز تحت الطريقة هذه مع الاسبريسو قبل الحليب. يعني انت بالبارد خليت اول شيء الحليب قبل؟ خليت نعم. وبالحار الاسبريسو قبل؟ الاسبريسو قبل الحليب، وفي النهايه الفوم عليه. خليني نكب زياده. ونفس الشيء حتحط عليها الكريمة. السينبون؟ نعم، السينبون وكريمة. لكن أنا أفضل بالنسبة لي دائما أنا أفضله الحار أكثر من البارد. أنا لأني ما أحب طعم الحليب فدائما أحب بارد عشان ما أستطعمه، أحس دائما الحار يعزز النكهة. صحيح. وبكذا صار عندنا المشروب البارد وايس بامكن سبايس بطريقة سهلة. أنا ما تعمدت إني أنا أسوي الطريقة هذه إلا لأنه أنا أبغى اللي في البيت يقدر يسويها. إحنا راح لكن أنا ما راح أسوي شيء بالبروفيشنال. وحلو إنه يعني حتى الإنجريدينتس أو المقادير حقتها يعني بسيطة وسهلة، تأخذها من أي مكان الواحد يقدر يتذكرها. يوسف إبراهيم، إحنا نشكرك تواجدك اليوم معنا، شكرا لك وشكرا على هذه الوصفة الجميلة. الله يسعدك. شكرا لكم، شكرا لصدقكم، نورتنا. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. بعد الفاصل، هل كل شخص يسرق يعتبر حرامي؟ وما هي السلوكيات التي تدل على هوس السرقة؟